السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالنور والسرور مشاهدينا الكرام اللي تابعونا على قناة الفجيرة مطلع الشمس، وحياكم الله في برنامجكم المتميز والمتنوع 7 على 7. طبعا نهاية أسبوع، نتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة وسعيدة، وكذلك مساء الخير والنور والسرور عليك. يسعد مساك عبد العزيز، ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا الحين عبر قناة الفجيرة وبرنامج 7 على 7. اليوم بنبقى وياكم لين الساعة 8:30 إن شاء الله بمواضيع وايد متنوعة. شو أخبارك يا عزيز، وشو تحضيراتك لآخر الأسبوع ونهاية الأسبوع؟ والله أول شيء طبعا يعني في شعور جميل في نهاية الأسبوع، ما تعرفين تحملين طاقة سلبية طول أيام الأسبوع، يوم الخميس الطاقة هاي كلها تجدد تروح. طاقتك و... نعم. بس أنا بسألك، أنت يعني وين تروحين في العادة؟ أغلب الأوقات أجلس ويا أهلي في الإجازات يعني. بس يعني ما تطلعين هنا شوي؟ أغلب الأوقات في دبي. في دبي بس بس أنت وعدتني أنك تعزميني في دبي يوم إن شاء الله. أكيد مثل هالأسبوع؟ إن شاء الله. ولا بعد العيد؟ بعد العيد لا، إن شاء الله هالأسبوع إذا كنت إجازة. إن شاء الله. طبعاً راح نبتدي برنامجنا بهذا الخبر اللي هي واصلت فعاليات الأسبوع الثقافي الإماراتي الصيني المقامة حالياً في العاصمة بكين، والتي انطلقت بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية الصين الشعبية. صحيح، واشتملت الفعاليات على عدد من الفقرات اللي قدمها عدد من فرق الفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة وبيت العود العربي في أبوظبي، وكذلك جمعيات النفع العام اللي تنطوي تحت مظلة الوزارة وتعرض أمام الجمهور الصيني الحرف الشعبية والتقليدية. طبعا وأعربت مريم سعيد سالم رئيسة اللجنة النسائية في جمعية شمل الفنون والتراث الشعبي برأس الخيمة عن سعادتها بالمشاركة في الأسبوع الثقافي الصيني وتمثيل دولة الإمارات واستعراض الحرف التقليدية النسائية أمام الشعب الصيني للتعريف بماضي الإمارات العريق. فعلا، ومن جانبها قالت ابتسام عبد الله الشحي من جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي برأس الخيمة أننا وجدنا تجاوبا وتفاعلا كبيرين من الشعب الصيني تجاه ما نقدمه ونعرضه من حرف تقليدية إماراتية، مستذكرة المقولة المأثورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه: من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. فعلا هذه المقولة اللي قالها الوالد مغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد. وطبعا وأشارت إلى أن قيادتنا الرشيدة تحرص على أحياء التراث والتمسك بالعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة وتعليمها للأجيال الجديدة وتعريف شعوب العالم بها من خلال الفعاليات التي تقام في جميع المناسبات، ومن أمثلتها ما نقوم به حاليا في بكين. أما عبيد علي مدير فرقة الفنون الشعبية فقال أن الفرقة قدمت العديد من اللوحات الفنية في مختلف الأماكن في بكين لتعريف الشعب الصيني بالفنون التراثية الإماراتية، مشيرا إلى أن اللوحات الفنية التي تم تقديمها وجدت تفاعلا كبيرا من الشعب الصيني الذي شارك في بعض اللوحات الفنية. أيضا من جانبه قال جرير الكعبي مشرف بيت العود العربي في أبوظبي أن بيت العود يشارك بعدد من الموسيقيين ويقدم فقرات غنائية وموسيقية، مشيرا إلى تفاعل الجمهور الصيني وسعادة الأطفال بما قدم فنانو بيت العود العربي من خلال مشاركتهم في معظم المقطوعات الموسيقية اللي تم عزفها، وكان أغلبها من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. خلونا نشوف ويا بعض هذا الفيديو. جميل جدا.
فعلا. نعم، وراح نشوف وياكم مشاهدينا الكرام استعدادات فريق الناشئين بنادي الفجيرة البحري في بطولة العالم للزوارق السريعة، وأيضا الدليل الثقافي الصغير في مركز الجامع الشيخ زايد الكبير، وعدنا ملتقى الحمرية الصيفي 25، مشاركة بلدية مدينة أبوظبي ضمن جناح دائرة التخطيط العمراني والبلديات في مهرجان ليوال الرطب، وعدنا الابتزاز الإلكتروني اللي بنعرف عنه أكثر. الحين عدنا فاصل وبعدها راح نواصل، خلوكم ويانا مشاهدين الكرام. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7. قبل لا نبدأ فقرتنا الحين بروح لي عبد العزيز. عبد العزيز، تحب الرياضات البحرية وشو تفضل؟ قبل لا تسألني عن الرياضات البحرية، أنا كل ما أتذكر البحر ولا أي شيء في الرياضات البحرية يراودني السؤال، السمك ينام هي ولا لا؟ السمك ينام. الأستاذ جاوبنا عن السؤال هذا، لكن الحين ويانا معلومة ثانية، مشاركة فريق الناشئين بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية ببطولة العالم للزوارق السريعة اللي تستضيفها مدينة سان بيترسبورغ الروسية، وتقام البطولة في فترة 30 يوليو الجاري حتى 4 أغسطس المقبل. طبعا اللي هو بتنظيم من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وللتعرف على آخر الاستعدادات للفريق المشارك في البطولة نرحب بالكابتن سهام حاتمي مسؤول أكاديمية تدريب الناشئين بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية. مساء النور وسرور عليك. مساء الخير. كيف الحال؟ الحمد لله بخير، شكرا على الاستضافة. كيف أول شيء نتكلم عن آخر الاستعدادات قبل لا تروحون روسيا إن شاء الله؟ إن شاء الله مستعدين، لأنه ما فاضل شيء للسفر. نعم. مستعدين، وقبل جهزنا يعني لزوم السفر ودربنا الأولاد وإن شاء الله خير. رتبتوا الشنط وكل شيء؟ كله مرتب جاهزين. خبرينا شو الفرق بين تدريب الكبار والناشئين؟ هل في فرق من بينهم؟ صراحة بالنسبة لي يعني my experience الشخصية، فأنا ما بشوف فرق، لأنه الفرق بالاستيعاب، فممكن شخص كبير ما يستيعب بسرعة وطفل صغير يستيعب بسرعة. جميل. فهي استيعاب. نعم. إذا جميل. كابتن سهام، الفئات العمرية اللي مشاركة في البطولة؟ مشاركين 5 أشخاص. حلو. منتسبين للأكاديمية. عندنا بالكلاس 1 9 سنوات. حلو. شخصين، وشخصين بالكلاس 2 ل10 سنوات، ومعنا شخص واحد 12 سنة بالكلاس 3. جميل. ما تحتاجون وفد إعلامي وياكم؟ أنا ومروة ما تحتاجون؟ أنا تنور أكيد نحتاج، ليش لا؟ عبد العزيز يحب يشارك في كل شيء. عبد العزيز شخص وايد خاصة هيسافر لروسيا مروة. عبد العزيز وايد يحب إنه يكون اجتماعي ويشارك في كل البطولات والأشياء. أنا وياك يعني مروة إن شاء الله. مرحبا. إذن نحن نبغى نشوف المخرج يقول إنه ما يروح لولا واحدة. لازم يبغاني أشيله وياه. لا إذن خلينا نشوف الفيديو هذا للمؤتمر الصحفي ونرجع نكمل الحوار وياك كابتن. سعيدين وبمشاركة لثالث مرة لفريق الفجيرة في بطولة العالم للفورمولا المستقبل. طبعا هذا الشيء لم يأتي من فراغ، طبعا دعم كبير حصل من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة بإنشاء هذا الصرح الرياضي البحري للناشئين للأجيال المستقبل. اليوم الحمد لله جنينا ثمرة هذا الفريق إنه شارك للمرة الأولى في المجر، والمرة الثانية كانت عنده في إمارة الفجيرة، والمرة الثالثة اليوم شارك في سانت بيترسبورغ في روسيا. طبعا احنا جدا متفائلين كل الخير لهم إنه يكون في المراكز المتقدمة إن شاء الله تعالى. طبعا هناك دول متقدمة صار لها 20 و15 سنة قبلنا، ولكن هذا لا يمنع إنه نكون إحنا متقدمين من أفضل منهم. تتعرف من العام الماضي من 12 دولة إحنا جبنا مركز الرابع، فهذا إنجاز أنا أعتبرته شيء كبير، وسنة إن شاء الله إحنا متفائلين كل الخير إنه يكون في مراكز متقدمة إن شاء الله تعالى.
مشارك 3 بطولات، إن شاء الله نصير روسيا وني بالأول، وأنا مدرب زين إن شاء الله نرفع دولة الإمارات اسمها فوق إن شاء الله ني بالأول. سهام، بعد ما شفنا الحين هذا المؤتمر، كيف المعايير اللي اخترتوا على أساسها المشاركين في البطولة؟ احنا طبعا ندربهم طول السنة، فلمدة سنة بنكون بناخذ لهم التوقيت. نعم. بالتدريبات يعني يسوون المسار اللي عندهم بناخذ توقيت، فاخترنا أحسن توقيت. جميل. بالنسبة للسنوات اللي طافت كنا أخذنا أحسن توقيت، بس هالسنة خدنا أحسن توقيت والحضور بعد، لأنه كان اللي يتغيب وايد فيجي يسوي توقيت زين بناخده. حلو. طبيعة ومراحل السباق لو تكلمينا أكثر عنها كيف تكون؟ يعني كيف الطبيعة، يعني كيف السباق يكون، من كم شوط أوكي. والمكان؟ بنسافر بيكون سباق يوم 31 لين تاريخ 4، فعلى فكرة هم بيشاركوا بطولة العالم وبطولة أوروبا. جميل. يعني عندهم سباقين بيكون على يومين. يومين يكون ترتيب، يكون السباق وبعدين اليوم الثاني يكون فيه ترتيب. حلو. نعم. حلو جدا. جميل. خبرينا عن نوعية السباق. النوع من السباق يعني هذا، يعني في اعتقد في الزوارق السريعه، انا ما عندي خلفيه كبيره. زوارق سريعه واللي متوسطه. زوارق سريعه. اي انواع من الزوارق؟ متوسطه. لا هي جبتيها من عندك. لا تقريبا في متوسطه. في متوسطه. في شكرا كابتن سهام، لاول مره لانه في فئتين من المتسابقين. نعم. ففي الفئه اللي بتتسابق بسرعه المحرك 9.9 وهما الصغار. نعم. وفي الفئة اللي تتسابق ب 15 هورس باور يعني سرعة. نعم. المحرك. جميل. ففي فئتين للناشئين، تقدرون تخلونهم أو تسمحون لهم أن يركبون أو خلينا نقول أن يستخدمون الزوارق السريعة؟ هي بالأول مستحيل طبعا يستخدم الزوارق. نعم. الحالة فبيكون معاه بالقارب مدرب. نعم. بالأول. جميل. وبعدين لما يتعودوا يعني على القارب يعرفوا كيف يشغلوا المحرك، كيف يسوون المسار صح بدون خطأ، بدون ما يدعموا بعض، بيروح هو وصديقه يعني معاه بالأكاديمية. هدفكم إن شاء الله البطولة؟ أكيد. يعني أكيد. إن شاء الله فإحنا شاركنا ببطولتين، كنا سادسين بالمجر، والسنة اللي فاتت كانت هنا بالفجيرة كنا مركز الرابع، فليش لا المركز الأول هالسنة إن شاء الله. يعني إن شاء الله نحن نترياكم أنتم جايين وفايزين بالجائزة بالمركز الأول إن شاء الله. وإن شاء الله نستضيفكم هنا. تقريبا كم واحد مشارك وياكم اللي مسافرين معنا يعني على من غيري أنا ومروة؟ لا بيكم أنتم 10 يعني ثمان. 5 أشخاص. 5 منتسبين الأكاديمية. كان في عدد أكبر ولكن تم التصفية لآخر شيء؟ أكيد، لأنه عندنا تقريبا 40 شخص بالأكاديمية، فمن 40 خذنا 10، لأنه مجبرين نشارك بشخصين بكل فئة. نعم. أنا لو كان علي كنت خدتهم كلهم، لأنه كلهم ما شاء الله. لا كلهم فيهم الخير والبركة. نعم. إن شاء الله. اختلاف طبيعة البحر على المتسابق ونتيجته في البطولة، هل في اختلاف؟ أكيد في اختلاف. كيف؟ لأنه إذا كان البحر يعني في موج ولا هواء ولا شيء، فالسرعة تختلف طبعا، ما بيمشون بسرعة، يمشون مع الموج الزوارق تصير أبطأ. أبطأ أكيد. نعم. لأنه مع الموج ممكن يصعد يطير القارب. نعم. ولا شيء. كابتن سهام، بما أنك أنت مسؤولة على الأكاديمية، كيف تشوفين الشباب اللي في الفجيرة، الشباب الصغار كيف أقبالهم على هذه الرياضة؟ لأنه يعني الرياضة ما لها شعبية كبيرة، تدرين الشباب كلهم كرة القدم الحين والألعاب القتالية، فكيف تشوفين إقبال الشباب على اللعبة هذه؟ والله لما بلشنا بالأول صراحة ما كان في إقبال، والحين ما شاء الله عنا يعني إقبال لدرجة أنه عنا
أسماء بالانتظار يعني، لأنه نبلش كلاس من 10 أشخاص. ممتاز. فتقريبا عندنا 7 أشخاص ننتظر نكمل 10 عشان نبلش كلاس جديد. فالحمد لله في إقبال على السنوات اللي قبل. العشرة بيكتملون أنا ومروة والمخرج. خلاص كملوا 10 بكرة. إنزين كيف تشجعونا؟ أنا عندي فوبيا من البحر، يعني أخاف من الأشياء الرياضات البحرية، يعني يجيني شوي خوف. كيف تشجعون الناشئين على الخوض في هذه البطولة، أو أن يحاولون أن بالعكس يتغلبون على خوفهم؟ هما بالأول صراحة كانوا خايفين، فالإنسان يتعود على الشيء. لا تعتبري من الناس العادية طبيعيين. طبيعيين، مش غريب أنك تخافي، خصوصا لما يسمعوا زوارق سريعة فيفكروا سرعة على طول. بس ما بيصير هيك يعني، بندربهم داخل المارينا، فمعروف انه بالمارينا بالداخل ما يكون في لا موج ولا شيء، ويكون مرافق مع بالقارب. نعم. مدرب، فبنحاول يعني نخليهم يثيقوا بحالهم ويزرعوا في روحهم ثقه. نعم. والحماس عشان سؤال يتعرفها. هل في الزوارق السريعه مثل الرحل في البوت يعني تيهم دوار البحر او تي ياخذون حبوب؟ لما ياخذون حبوب بس ما ندربهم زياده، مثلا بيكونوا عندنا تدريبات العصر من الساعه 4 ل 6، فاكيد اذا كان واحد في دوخه ولا شيء ما ندربه من 4 ل 6. نعطوه شوي شوي لنزيد له المده شوي دقيقه دقيقتين. نعم. لين يصير يعني اليوم كله بالبحر عنده. نعم. عادي. الله يوفقكم ان شاء الله. امين يا رب. وترجعون لنا بالبطوله ان شاء الله يا رب. ونحن كلنا ثقه فيكم. في اي كلمه حابه تضيفينها كابتن؟ شكرا على الاستضافة، وأحب أشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لأنه هو اللي داعم الأكاديمية ودعمنا بالسفر بعد. الله يحفظك إن شاء الله. وشكرا. شكرا لك. نورتينا كابتن سهام. ثانك يو. شكرا لك كابتن سهام حاتم. شكراً. مسؤول أكاديمية التدريب الناشئين بنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية. شكرا نورتينا وموفقين إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا. والحين بنروح لورشة تدريبية تحت عنوان أقلام مبدعة في الكتابة الأدبية تحت تنظيم المقهى الثقافي التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. طبعاً اللي هي بالتعاون مع جامعة الفجيرة، واللي كانت يوم الأربعاء الماضي، وهذه الورشة من ضمن فعاليات مهرجان قيض الفجيرة. للمزيد في هذا التقرير. ورشة الكتابة الإبداعية مدة 3 أيام تبدأ من الساعة 5 حتى الساعة 7، ركزت على جوانب يعني مهمة في مجال الكتابة بصفة عامة، وتطرقنا للتدريب في الكتابة في القصة القصيرة المقال، وبداية الكتابة الروائية كيف تتم وآلياتها. أيضا يعني كان هناك حديث وتدريب عملي على مختلف هذه الجوانب، لأن معظم المتدربين الحاضرين كان كل واحد منهم لديه توجه وهدف يود الإلمام به. الجميل في الأمر أن معظم الحاضرين كانت لديهم تجربة سابقة في أحد مجالات الأدب مثل كتابة القصة القصيرة، كان يريد أن يتوجه نحو الكتابة الروائية، آخرين كانت لديهم تجربة روائية يريدون أن يتوجهوا نحو الكتابة المقالية وكتابة الرأي. فحاولنا في خلال هذه الأيام أنه يتم إعطاء الجميع الأدوات اللازمة في هذه الأنواع الأدبية. التحق بالورشة من باب أني أتعرف على أساسيات الكتابة. أنا لي مجموعة من الكتابات، بس حبيت أن أضيف أو أصل لمرحلة النشر. بالفعل استفدت كثير جدا يعني، أستاذ عبد الله الزايد أعطاني أساسيات أو دوافع لبداية النشر. تعرفنا على أساسيات النقد في الكتابة، تعرفنا على نظرة القارئ ونظرة الناقد ونظرة المؤلف نفسه. فبالفعل كان للورشة أثر كبير جدا جدا على بداياتنا في الكتابة.
اليوم من 3 أيام نحضر عند الأستاذ ورشة الكتابة الإبداعية، ورشة جميلة تعلمنا فيها وايد أمور، ثبتنا على قواعد في الكتابة، شجعنا على الكتابة، وخاصة في تمرينات قدمها حقنا وعرضنا على أعمالنا، صوب الأعمال، حفزنا على إكمال هذه الأعمال. جميل جدا أن يكون عندنا مقهى ثقافي يشجع على القراءة وأيضا الكتابة، صحيح يا عبدالعزيز؟ فعلا، ونشكر نحن جمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية على طرح هذه المبادرات الطيبة والرائعة اللي الشباب الصغار والكبار يستفيدون منها. الحمد لله. والحين لي برنامج الدليل الثقافي وأيضا الصغير واللي يشجع أيضا على هذا الشيء في مركز جامع الشيخ زايد الكبير. خلال الفترة من 28 يوليو الجاري إلى 8 أغسطس المقبل للفئة العمرية ما بين 12 إلى 16 عام، يعني للحين لاحقة أنت. للمزيد معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله محمد الحوسني، أخصائي جولات ثقافية في مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي. مساء النور والسرور. مساء النور والسرور عبد العزيز. أهلا وسهلا أستاذ، لو تعطينا نبذة عن برنامج الدليل الثقافي الصغير. إن شاء الله. جميل جدا. يستقبل مركز جامع الشيخ زايد الكبير الأحد المقبل إن شاء الله دفعة جديدة من المشاركين في برنامج الدليل الثقافي الصغير بدورته السابعة لعام 2019، واللي راح تمتد إن شاء الله لأسبوعين خلال الفترة من 28 يوليو إلى 8 أغسطس، واللي تستهدف طلاب وطالبات المدارس من تتراوح أعمارهم من 12 إلى 16 عاما، وبلغ المرشحين لهذا العام قرابة 30 طالب وطالبة من مختلف مدارس الدولة. طبعا يهدف البرنامج لتبني مواهب النشء وإعدادهم لمهنة أخصائي الجولات الثقافية في المستقبل، وذلك من خلال اكسابهم مهارات مهمة تأهلهم للتعرف على دور أخصائي الجولات الثقافية وتطلعهم على الخبرات والمهارات الأساسية وفق أهم معايير أداء الجولات الثقافية في مركز جامع الشيخ زايد الكبير. جميل. كمهارة العرض والإلقاء وتعزيز الثقة بالنفس والتغلب على التوتر. جميل. وتوظيف. جميل. لغة الجسد إلى جانب مهارة إدارة الحوار. جميل. أستاذ عبد الله، كيف يحقق برنامج الدليل الثقافي الصغير أهداف المركز المنبثقة، خلينا نقول من رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه؟ حلو، شكرا أخت مروة على السؤال الجميل. طبعا يطلع مركز جامع الشيخ زايد الكبير بمسؤولية إعداد جيل قيادي قادر على تحمل مسؤولية، مطلع على رسالة المركز المتمثلة في التسامح واحترام الآخر، يسعى لتخليد مآثر الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. ويتضمن البرنامج منظومة من عناصر التدريب كورش العمل والأنشطة التدريبية وأنشطة التعليم الذاتي والتطبيق العملي والزيارات الميدانية كذلك، اللي تثير شغف الناشئة ورغبتهم في المعرفة من خلال عملية متكاملة تتمحور حول المفاهيم والقيم اللي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله تراه في المجتمع الإماراتي، واللي تنبثق عن العقيدة الإسلامية السمحة وتشكل امتداد للهوية الوطنية، وأهمها التسامح والاعتدال الفكري وقبول الآخر، إلى جانب اطلاع المتدربين على مواطن الجمال والإبداع في تصاميم العمارة الإسلامية متمثلة في ملامح عمارة الجامع وجمالياته. جميل جدا. أستاذ عبد الله، أي كلمة أخيرة حاب تقولها؟ والله يعطيكم العافية، ونحن نشجع صراحة عيالنا أن يشاركون معنا في هذا البرنامج، راح تكون لهم إضافة، وراح إن شاء الله نسعد بوجودهم وخدمتهم وخدمة صرح كبير مثل صرح جامع الشيخ زايد الكبير. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ عبد الله محمد الحوسني، أخصائي جولات ثقافية في مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لكم. حياك الله. فاصل من بعد راح نواصل، خلوكم يانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7، والحين بنروح لملتقى الحمرية الصيفي النسخة 25 تحت شعار عطلتنا غير. طبعا مروة، قبل لا أكمل، اللي سافر
فاتت الفعاليات الصيفية اللي في الدولة فعلاً في الدولة من صحيح. ثقافية رياضية وغيرها فعلاً. أكمل على كلامك اللي هو تحت تنظيم نادي الحمرية للشباب. المزيد معنا في الاستوديو المهندس علي أحمد المهيري نائب رئيس مجلس نادي الحمرية للشباب ومشرف عام ملتقى الحمرية الصيفي 25. أهلاً وسهلاً. حياك الله. منورنا. أنا مرحب فيك. مسر نور وسرور عليك. كيف الحال إن شاء الله؟ الحمد طيب. الله يسلم. خلينا نتكلم أكثر عن ملتقى الحمرية الصيفي 25. نحن السنة شو اللي يفرق عندنا عن السنوات اللي طافت؟ السنة نحن كملنا 25 سنة نحتفل باليوبيل الفضي، والسنة طبعا مجلس الإدارة برئاسة سعادة الجمعة الشامسي أولانا نحن الثقة اللي هو مجلس الشباب، ولأول مرة نحن كمجلس الشباب ندير ملتقى بأكمله من A to Z. هذا اللي يفرق جدا جميل. والسنة أيضا نحن شو اللي بعد يفرق عندنا؟ استحدثنا اللي هي لجنة السعادة اللي هي معنية ومسؤولة بتكريم المشتركين المتميزين والملتزمين عندنا. جميل جميل جدا. خبرنا أكثر عن التطورات لهذا النادي. التطورات قلنا إن نحن السنة نحن أول مرة نحن المجلس الشبابي يمسك الملتقى بأكمله. نعم. في السنوات السابقة كان بعض من أعضاء مجلس الإدارة هم اللي يمسكون، لكن السنة نحن الشباب ثقة كلها للشباب. نعم. إدارة كاملة بإدارة شبابية وكلهم شباب صغار يعني دون السن 26 سنة. المهندس علي، كيف تشوف أهمية هذه الملتقيات أو الفعاليات الصيفية، إن كانت الصيفية وإن كانت بشكل عام، كيف تفيد الشباب؟ هو في جانبين مهمين. الجانب الأول اللي نحن نشوفه كنادي إن نحن كيف نبرز دور الشباب، كيف نحن نطلع عندنا الشاب سواء كان في المجال الرياضي أو المجال الثقافي. أما بالنسبة للجانب الآخر اللي هم يشوفونه الأهل اللي هو نفس ما نحن مو مركزين عليه، مركزين على الجانب الأول اللي هو الجانب الثاني. الأهل شو عندهم؟ شو يبون؟ إنه يقضون أوقات فراغ أبنائهم، يبون يبتعدون عن الإلكترونيات وهالشغلات. بس نحن نركز على الجانب الأول، كيف نحن نقدر نطلع شاب سواء في المجال الرياضي أو المجال الثقافي. جميل جدا. كيفية صقل المواهب وقدرات الشباب خلينا نقول، وإنه يشغلون أوقات فراغهم بالشكل الصحيح. طبعا هذه هي مهمة المشرفين، مشرفين مجموعات نفسها اللي هم يتابعون عندهم مشتركين في البرامج نفسها سواء في كرة القدم والسباحة والبرامج كلها. فالمشرف هو دور انه يتابع المشتركين نفسهم ويختار او يسجل اسامي الناس المتميزين سواء في كرة قدم في سباحة. ونحن بعد دور مجلس إدارة نحن ناخذ الاسامي ونتواصل مع الطلاب بعدين ندخلهم سواء عندنا في النادي او في مسابقات على مستوى الدولة يدخلون فيها الشباب؟ هي في عندنا مسابقات طبعا كان قبل برعاية صيف بلادي، ونحن حصلنا كذا مرة على المركز الأول، أفضل مركز صيفي على مستوى الشارجة يعني صيف بلادي. جدا. شو الأنشطة اللي تمارسونها داخل طبعا نحن عندنا في أنشطة ثابتة وفي عندنا شيء اسمه النشاط الحرب. أبدأ بالأنشطة الثابتة اللي هي كرة القدم والسباحة والشطرنج والكاراتيه. هذه أنشطة ثابتة اللي هي معنية فينا كنادي رياضي. حلو. يعني نحن نبغى نطلع شباب لهاي الأنشطة سواء نطلع في كرة قدم شطرنج. في عندنا اللي هو النشاط الحر يعتمد على المشرف نفسه والمشارك نفسه. مثلا أنا كمجموعة وكمشترك أنا ما عيبني النشاط، فعندنا نشاط حر بديل يختارون الشباب نفسهم. حلو. يعني في توسع في الاختيار. هي في حرية يعني. مروة، أنت من الأنشطة اللي قالها المهندس علي شو تفضلين؟ مع ابتسامة يعني لا أنا أحب وايد الشطرنج، بس أحس أنه وايد صعب يعني أن اللعب فيها، ولكن بسيطة. يوما ما بتعلم ألعب شطرنج لأن أحس فيها لعبة ذكاء. هي لعبة الملوك تسمى لعبة الشطرنج، هي تعتبر وهي لعبة ملكة الملوك. يعني نعم. تعلمونها هناك في نادي الحمرية إن شاء الله؟ نحن عندنا طبعا مدرب مختص من نادي الشارجة. في أقسام للبنات وللأولاد؟ هي عندنا نحن ملتقى الصيفي في فئة البنات الصبح يكونون عندنا، والنادي يكون خاص فيهم كامل وما يدخلون فيه الشباب نهائيا. حلو جدا. سوى موظفين النادي. نعم. في المساء يكونون عندنا الأولاد والشباب. بس أنا أعتقد مروة في لها عائق واحد الحين بنتأكد من الأعمار، من كم لكم تأخذون الأعمار عندنا نحن سواء للبنات والأولاد اللي هم 8 إلى 15 سنة، نركز على الفئات البنات لين 15؟ إيه لين 15 وين كيف؟ بسيطة، لو يرجع لك الزمن 5 سنوات ورا بس. صح 5 سنوات بس. زين كيف كان الإقبال على البرنامج؟ والله الإقبال كبير، يعني نحن بالنسبة للشباب وصلنا 350 مشترك، ونحن لين أمس الناس يتصلون يبون يسجلون. بس نحن يعني هذه إمكانياتنا، لأن نحن في النهاية مش مؤسسة ربحية، يعني نحن ما نفضل كم على الكيف. صح ان نحن ناخذ رسوم بس تعتبر رمزية. رسوم رمزية يعني نحن أهم شيء عندنا سلامة الأطفال، يعني مو ندخل ونأخذ رسوم، لا
أهم شيء سلامة الأطفال. جميل. نعم. جميل. خبرنا عن الجهات المشاركة في هذا الملتقى. الجهات المشاركة عندنا بلدية الحمرية اللي هو شريك استراتيجي مقدم لنا تقريبا 11 ورشة للأولاد وللبنات، سواء كانت محاضرات أو ورش يدوية. وأيضا عندنا دارة الخدمات الاجتماعية في الحمرية اللي هي أيضا شريك استراتيجي اللي هم مسؤولين عن البنات نفسهم، لأن نحن نادي رياضي للشباب، بس تعاوننا مع الخدمات الاجتماعية عشان نشكل ملتقى الفتيات. جميل. في لكم زيارات ميدانية؟ أكيد عندنا زيارات ميدانية. نحن للأطفال عندنا أول شيء فئتين، فئة من 8 إلى 11 وفئة من 12 إلى 15. الأطفال عندهم كل أربعة رحلة تعليمية لأحد مراكز الشارجة، مثل مركز الاستكشاف، المربى المائي، المتحف العلمي، رحلة تعليمية وزيارة ميدانية تعتبر وتكون يعني المتحف العلمي اللي في الشارجة، هي اللي جنب تلفزيون الشارجة، وهي بدون رسوم يعني تكون. جميل. هذا من جداً. اجمل المتاحف اللي زرتها ايام المدرسه في الرحلات المدرسيه. يعني من قريب هو وايد صح؟ صح. بشكل عام يعني الحمريه من اجمل المدن وفيها الهدوء الرائع والسكينه، وانا ومروه لازم نزوركم في النادي. حياكم الله. بس الاعمار يعني. لا ان شاء الله بنرتب لكم برنامج خاص ان شاء الله. الاعمار زاد، انت قلت انتم ما تستقبلون طلبات ثانيه. لا ان شاء الله بنرتب لكم في واسطه يعني. كيف تعلمون الطلبه المفاهيم الثانيه اليوم؟ في عندكم كره القدم، السباحه، السله، كيف ما ذكرت رياضات ثانيه، شطرنج اللي تبغى تلعبها مروه، لكن غير مفاهيم اللعبه في مفاهيم ثانيه لازم يكتسبها هذا الطالب هو موجود في المخيم الصيفي هذا. اكيد. نحن اصلا اول يوم في اليوم الافتتاحي كان في عندنا اللي هو برنامج قواعد الامن والسلامه، اللي هو مختص معني إن كيف الطفل يحافظ على سلامته. وعندنا أيضا في المدربين قبل بداية كل برنامج يعطيهم اللي هي القواعد الأساسية بكل لعبة والسلامة يعني هذه القواعد المهمة. في يعني في ثقافة عامة يكتسبها الطالب وهو في هذا المخيم الصيفي. شيء جميل جدا. خبرنا عن دوركم في تنمية العمل الجماعي بين المشاركين كفريق، خاصة أن العديد من الشباب أو الناشئين خلينا نقول أن ما عندهم هذه الروح. صحيح. هذه أنقذني. أنا كنت سرحان، تفضل. اللي هي تنمية دور العمل الجماعي. نحن في البداية مقسمينهم أصلا المجموعات وخالقين بينهم نفس جو تنافسي بين المجموعات، سواء كان في الكرة في السباحة، فدائما عندنا بطولات مستمرة وتحدي بينهم. جميل جدا. يعني عشان يترابطون يعني تنمية العمل الجماعي. من متى لمتى الوقت؟ لا تقول لي الصبح. الصبح البنات من الساعة 9:30 إلى 12:30. بعدين يعني الشباب. بيشارك عبد العزيز. والشباب متى؟ من الساعة 4 للساعة 7. بيشارك عبد العزيز. 7 على 7. 7 على 7. لا جميل جدا. مش معنى البنات الصبح؟ ما في، بس كذا أحسن. هي عشان يقومون الصبح. ما يكونون نفس ما تقول لحالهم، ما يكون عندنا اختلاط أو أي شيء يعني. البنات لحالهم النادي، والكاميرات اللي في النادي كلها تسكر في برامج الفتيات عشان تكون لهم خصوصيه. فعلا جميل جدا. وشوف الشباب وين توجهون اكثر شيء؟ انا اقول لك الاولاد يعني اكثر رياضه غير كره القدم. طبعا كره القدم هي الشعبيه الاولى اكيد، لكن الرياضات الثانيه شو اكثر رياضه هم يروحون لها ويلعبون فيها؟ اللي هم مركزين على السباحه والنشاط البحري، وخاصه نحن يعني منطقه الحمريه مدينه ساحليه وعلى البحر، عندنا نادي بحري وفي تعاون دائما بيننا وبين النادي البحري اللي هو خاص تبع النادي. في عندنا نشاط الكياك والشراع، وايد يحبون الشباب، ونحن اصلا نختار من الملتقى لعيبه حقنا يعني. جميل جدا. وبالنسبه للبنات شو اكثر الرياضات اللي يشاركون فيها؟ البنات هم اكثر شيء يركزون للسباحه، عندنا طبعا مسبح مغلق، واكثر شيء عندهم الورش اليدويه. نعم. هم يحبون الاشياء الفنيه خاصه بالطبخ، اشياء الديكور وهالاشياء. شو عندكم اشياء في الاشياء اليدويه؟ خبرتني عن الفنون اليدويه الحين، شو هم بالضبط؟ نحن عندنا مقدمين ورش، وكل مقدم يعني يختلف عن الثاني. في مره كانت عندنا ورشه اللي هي صابون، يشكلون اشكال بالصابون. عندنا بعد من فتره ورشه تعليم اساسيات الطبخ للفتيات لانهم هم صغار بعدهم. عندنا ايضا الورش الخزفيه وورش تعليم الخط وما الى ذلك. جميل جدا. يعني انا اشوف البرامج الصيفيه هذه في بعض اولياء الامور ممكن يسافرون، لان الصيف اجازه الصيف وايد طويله، في ناس سافروا ورجعوا، في ناس راح يسافرون ممكن بعد العيد. جدا مهم ان الولد خاصه في هذه المرحله العمريه بدل انه يقعد في البيت والمشاكل اللي يسويها والمشاكل اللي يكتسبها من الالعاب الالكترونيه وغيرها، لما يروح اليوم لما يروح مثلا يلعب كرة القدم ولا يروح يلعب السباحة، قاعد يمارس واحد هوايته. الشيء الثاني والمهم انه قاعد يكتسب
ثقافة وقاعد يكتسب مهارات ثانية غير صحيح. الشيء اللي يحبه ويسويه. فعلا صحيح. أكيد يعني لأنه يلسته في البيت ما منها فائدة. ونحن قلنا لك عندنا جانبين، فالأهل هم بس مركزين على جانب قضاء أوقات الفراغ، أما نحن جانبنا الأساسي كيف نطلع الشباب في المجتمع. فمثلا أنا سنة من السنين كنت مشترك، حلو، كنت أنا ويا الصغارية ألعب في يوم من الأيام، واتصلوا لي بعد كم سنة من الإدارة نفسها قال نباك تكون معانا في النادي. ما شاء الله، يعني أنت كنت من الأساس يعني مشارك. هذا هو الدور الأساسي للملتقى الصيفي. وشو كنت تشارك في أي رياضة؟ كنت لأنه الجدول مثلا في عندك حصة كرة قدم وسباحة وشي جدول مختلف. جميل. في برامج شتى، فبعدين اختاروني قال نباك مساعد مشرف المجموعة، فكنت أساعد في الإشراف على الصغار وما إلى ذلك. والسنة اللي طافت كنت مشرف مجموعة كان عندي تقريبا من 50 إلى 60 طالب. جميل. أما السنة أعطونا الثقة بأكملها وأعطوني الإشراف العام كامل من A to Z. ما شاء الله، تسلسل حلو مروة. هذا اللي هو دور الملتقى الصيفي، يعني نحن نطلع شباب للثقافة ونطلع شباب للرياضة، وعندنا لعيبة في الشراع كلهم طلعوا من الملتقى الصيفي. والسنة نحن تركيزنا على فريق الشطرنج، لأن السنة بنفتح فريق شطرنج، فياسين ناخذهم من الملتقى الصيفي نفسه. فريق مروة. بس مروة، المهندس علي كان يعني قبل سنوات كان يقضي صيفه في الأنشطة الرياضية في نادي الحمرية. انت انا راحت علي يقول لك من العمر 15. لا انت قبل في الصيف شو كنت تسوين؟ نام. تنام. شو رايك؟ شو ننصح للي بس على فكرة الصيف؟ من أجمل الأشياء في العطلة الصيفية المدرسية أن يحطون الأهل عيالهم في النوادي الصيفية هذه، لأن الرياضة في النهاية تزيد من تركيز الأطفال والعيال، خاصة يوم يردون المدرسة. هي أكيد، يعني لأن أنت تبغي تسوي اللي تسوي أن تبعدهم عن الأجهزة الإلكترونية. هالأهالي يوم يوم عندنا يسجلون يقولون نحن ما نبغي عيالنا يلعبون بالكمبيوتر وما نبغيهم يلتهون بالتليفونات، فيبغونهم يتحركون اكثر. اجتماعيه، يتعرف على ايامنا قبل كان هذا الاتاري وما ادري شو. انا بعد الاتاري بوايه صح، وسوبر ماريو، يعني ما كان في، كان في نشاطات صيفيه ولكن مو بنفس اليوم الاهتمام هذا الكبير وايد في الاطفال. صح. علشان يبتعدون على الاجهزه الالكترونيه. أكيد. نحن ايامنا ما كان في، زمن الطيبين ما كان في اجهزه أكيد الكترونيه وايد. يعني انا زمان كان في، يعني لا تكبريني وايد. هو بعد اجتماعيا الولد لما يروح يكتسب مهارات اجتماعيه، يتعرف على ناس جداد في بيئه حلوه، يعني في اكثر من فائده. اكيد هي علاقات اجتماعيه، يعني اليوم يتعرف على ناس ما تقول شله وربع جداد، باكر يستفيد من هاي العلاقات في مستقبله. جميل. نعم. جدا. استاذ علي، خبرنا عن الزيارات الميدانيه. الزيارات الميدانية خبرنا السادة، يعني أنا ذكرت اللي هي في نادي البحري في الحمرية. نذهب للنادي البحري وكذلك المتحف العلمي ومركز الاستشارة. وانت تحبين، انت علقتي انك انت تحبين. صح. فعلا هذه دعوة لكل أولياء. قلنا قبل شوية عبد العزيز أن الرياضة تزيد من التركيز، شكلي مقصرة في الرياضة الحين. مو بمركزة وايد. جدا. لا، هاي دعوة لأولياء الأمور أنهم يروحون ويشاركون في هذه الفعاليات، وأنهم فعلا يروحون يشاركوا مثل الفعاليات. شو تنصح أولياء الأمور مهندس حالي؟ أنا أنصحهم أن ما يفوتون هاي الفرصة، لأن في الصيف في جزء من الأهالي يسافرون وفي الجزء يالس، فأنا أنصحهم أن يشاركون عيالهم في هاي المراكز أو في هاي الأندية، لأن نفس ما ذكرنا ونفس ما قلنا تركيز الأندية الرياضية أن كيف تطلع الشاب من جو الخمول والكسل للطلعة تخليه فعال في المجتمع، فهذه نصيحة. فعلاً هذا اللي شفناه في أكثر من، يعني ينصحوه المرشدين الاجتماعيين أو الأخصائيين الاجتماعيين، إن الولد في مرحلة حصل إجازة طويلة فعلاً. وقعد يعني منفصل وقعد بروحه ولعب من الألعاب الإلكترونية لوحده، راح تصير له مشاكل اجتماعية ومشاكل نفسية في المستقبل. صحيح. أكيد. في أي كلمة حاب تضيفها؟ جزاكم الله خير وما قصرت، وشكراً على الاستضافة. شكرا لك المهندس علي أحمد المهيري، نائب رئيس مجلس نادي الحمرية للشباب ومشرف عام ملتقى الحمرية الصيفي 25. شكرا لك، نورتنا. شكرا. نورتنا. والحين بنروح لسمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، يلتقي الموهوبين بمخيم التسامح للكتابة الإبداعية في أبوظبي. وطبعا تنظمه وزارة التسامح بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في مقر مركز الشباب العربي في أبوظبي. المخيم يربط بين الإبداع الأدبي وقيم التسامح بما يقدمه من روافد رئيسية للكتابة، ويهدف لإرثاء المشهد المعرفي العربي. خلونا نشوف ويا بعض هذا التقرير.
حقيقة نحن في وزارة التسامح عندما نتحدث عن قيم التسامح فدائما نبحث عن كيفية غرسها في يعني نفوس الجيل الشباب تحديدا أو الناشئة. والكل يعلم عن أن شعار عام التسامح هو شجرة الغاف. لماذا شجرة الغاف؟ الكثير يسأل هذا السؤال، لماذا ليست النقلة مثلا؟ نقول لأن من ضمن الأسباب أن شجرة الغاف تعاني الكثير في طفولتها، فالكثير من الأشجار تموت في الطفولة من أشجار الغاف، ولكن إذا نبتت بشكل جيد يعني وترعرعت ويعني ضربت جذورها في الأرض بعدها تكون شجرة قوية مستعدة لأن يعني تقف أمام أقصى مناخ سواء كان حار جدا بارد جدا عاصف أو غيره، ولكن يجب أن تضرب الجذور في الأرض. الآن أين يأتي عنصر التسامح؟ نحن في وزارة التسامح نقول عندما نوجه فقط نوجه أولادنا أن عندما ستكتبون كل قصة أو كل رواية أو كل مقالة هنالك خير وشر وهنالك صراع وهنالك يعني العديد من العوامل الكل يعلمها جيدا كيف أن هذه العوامل تلعب دور يعني مهم في توجيه الطاقة البشرية الطاقة الإبداعية. مثل ماذا؟ مثل يعني إن كانت هنالك مثلا في نهاية أي قصة الشر ينتصر، تقريبا بدأنا من يوم الأحد مع مجموعة موهوبين وموهوبات طلبة المدارس، ومن خلالهم اكتشفنا أن في هناك طبعا موهوبين في الكتابة الإبداعية، لكن كان أن تركيزنا كيف نربط التسامح بهذه الكتابة الإبداعية، أي لأن إحنا نعتبر أول دولة في العالم عندنا وزارة التسامح، وهذا فعلا شيء جميل والكل يتساءل ليش. طبعا الأشياء المعنوية أكثر من الأشياء العملية، فحتى يعني طلبة فهموا معنى التسامح كيف أن كيف يتعايشون مع جنسيات أخرى موجودة في دولة الإمارات، وإحنا نعرف يمكن أكثر من 250 جنسية في دولة الإمارات. لكن حتى لما أنا سألت البنات قبل ما نبدأ كان أول يوم تعارف لنا جميعا، فكنت أسأل البنات يعني حتى هم ذكروني أن فعلا التعايش والتسامح يعطي الناس أنهم يعيشون في دولة الإمارات. فإحنا نبغي يعني نغرس في نفوس هؤلاء الطلبة يعني من الأطفال واليافعين كيف يكون لنا إحنا حب التسامح وما معنى التسامح الحقيقي اللي ديننا الإسلامي أيضا يعني حثنا عليه في آيات قرآنية كثيرة عن هذا الموضوع. وأيضا مؤسس الدولة الشيخ زايد طيب الله ثرى له كلمات جميلة في التسامح والتعايش مع الآخرين، فإحنا حاولنا أن نربط هذه الأمور كلها ونخليهم يكتبونها في مجال إبداعي، وخاصة أنا أشوف القصة أنها قريبة للنفس أكثر. فيعني من خلال هالثلاثة أيام اللي إحنا عشنا معهم وأعطيناهم أصلا حتى بعد فنيات كتابة القصة، أنا اليوم استمتعت أن كان لهم نتاج جميل إن كان من خلال الشعر أو القصة، وحتى زيارة الشيخ نهيان اليوم يعني شاف كيف متجاوبين هؤلاء الطلبة، وأتمنى يعني هذا المخيم يكون مستمر على مستوى دولة الإمارات. جميل جدا فعلا، ونبغى نعرف مزيد من التفاصيل. معنا عبر الهاتف المهندسة ميساء عيسى الحمادي رئيس شعبة التخطيط في نتكلم عن نتكلم او شان الموضوع الثاني اللي هو موضوع نعم الرطب في لواء عشان نعرف اكثر عن مشاركة بلدية مدينة ابو ظبي ضمن جناح دائرة التخطيط العمراني. معانا الأستاذة المهندسة ميساء عيسى الحمادي رئيس شعبة التخطيط في بلدية مدينة أبو ظبي. مساء النور. مساء النور وسرور. أهلا وسهلا أستاذة، كيف الحال؟ الله يسلمك، أخباركم؟ الله يسلمك. الله يسلمك. لو تكلمينا أكثر عن مشاركتكم في مهرجان لواء للرطب.
طبعا احنا اليوم مرجان ديوا للرطب تارك بلدية جديد أبو ظبي من خلال جناح دار تخطيط الرمضان والبلديات بعرض المشاريع والخدمات اللي تقدمها البلدية. حتى عندنا نحن نعرض أدلة إرشادية لخدمات اللي نحن اللي تقدمها البلدية أبو ظبي، مثل أدلة إرشادية خاصة بالعزب، عندنا فيما يخص الشؤون العقارية، وعندنا الدليل الإرشادي لأعمال إدارة السير النخيل بفريق الهند الطبيعي بإمارة أبو ظبي. جميل جدا. أستاذة مياسة، كيف تشوفون دور اللجنة المنظمة للمهرجان في إبراز التراث الإماراتي؟ طبعا أشكر جزيل الشكر اللجنة المنظمة لإخراج هذا المهرجان بهذه الصورة ومساهمتهم الفعالة في إنجاح هذا المهرجان، جزيل الشكر لهم. لو تحدثينا عن إقبال الجمهور على خدمات المنصة الذكية سمارت هوب. منصة ذكية، الحمد لله في إقبال كثير، الحمد لله في إقبال كثير من قبل الجمهور يجونا ويسجلون عندنا والله الحمد، وأنا أدعو الجمهور يجونا المنصة حياكم الله أن يسجلون في المنصة هذه. خبرينا. نعم تفضلي. جدا مهم وجودكم تسجيلكم في المنصة هذه. خبرينا عن دور مساهمة بلدية مدينة أبوظبي في إثراء فعاليات المهرجان. طبعا بلدية مدينة أبوظبي داعما تدعم الأنشطة الثقافية والتراثية في مثل هذه المناسبات، فنحن اليوم هنا موجودين لهدف تعزيز التواصل الاجتماعي، تعزيز التواصل المباشر بين الجمهور في هذا المهرجان. نعم. جميل جدا، شكرا لك المهندسة مياسة عيسى الحمادي رئيس شعبة التخطيط في بلدية مدينة أبوظبي، شكرا لك. العفو. شكرا لك. وسهلا مشاهدينا الكرام، فاصل بعد راح نواصل، خلوكم ويانا. حياكم الله من جديد مشاهدينا في برنامج 7 على 7. قبل لا نبدا فقرتنا هذه اكيد بروح لعبد العزيز كالعاده، سؤال، شو تحب من الرطب؟ كل انواع الرطب. ما شاء الله الحين موسم وكل البرامج وكل الاشياء فعلا، يعني فعلا لذة الصيف في الهامبا وفي الرطب فعلا من اجمل الاشياء. وانت تحبين اللولو فعلا، واللولو ان شاء الله راح يطلع يمكن بعد شهر او اقل من شهر ان شاء الله بانتظار اللولو، ولازم يعني اول ما يطلع اول حصيله لك انت ان شاء الله. ان شاء الله مشكور يا عبد العزيز. يعني يبقى برنامج 7 على 7. ان شاء الله الحين بنروح للدوره 15 من مهرجان ليوا للرطب 2019، واللي يقام تحت رعايه كريمه من سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسه. تشمل هذه الدوره على فعاليات بارزه من مسابقات ومزادات تهدف الى التوعيه باهميه النخله، ودورات خاصة لتعليم الأطفال حول كيفية رعاية النخلة، وأمسيات شعرية وألعاب شعبية وغيرها. خلونا نشوف فيها بعض هذا التقرير. الرطب هو المهرجان المعني بالاحتفاء بموسم جني الرطب عندنا في دولة الإمارات العربية. اليوم نحن في الدورة 15، هناك كثير من المسابقات في مهرجان ليوا للرطب، على سبيل المثال للحصر مزينات الرطب بأنواعه، هناك أكثر من 8 أصناف بالإضافة إلى مسابقات النخبة الرطب، مسابقة الفواكه، كلنا نتكلم عن مزينات أو نشوف المنتج الأحلى أو المتميز في جميع المسابقات. عندنا مسابقة أجمل مجسم تراثي، مسابقة مزرعة نموذجية، مجسم أجمل مخرافة. طبعا المهرجان يقع في مدينة ليوا، في قلب مدينة ليوا، يرجعنا بالذاكرة إلى ما كانت عليه دولة الإمارات في السابق، أن الناس كانت تحتفل موسم جني الرطب في هذه الأعوام، سواء كانت هنا أو في العين أو في الإمارات الباقية.
المهرجان له أهداف كثيرة، هي دعم المزارعين أنهم بالتطوير النخيل، إصلاح الأراضي. طبعا كل مشارك لازم يكون وعي عنده ودراية بأساليب الري الحديثة اللي يتساهم بشكل مباشر في ترشيد استهلاك المياه، عدم استخدام المبيدات الحشرية بكثافة، طريقة تسميد صحية. هناك كثير مزارع أصبحت مزارع عضوية. بدأ المهرجان يجني ثماره اللي كانت مخطط لها. هذا بالإضافة إلى على عهامش المهرجان هناك عدة فعاليات، على سبيل المثال أن قرية تراثية أو نتكلم عن المحلات التراثية أو السوق الشعبي اللي فيه أكثر من 30 محل مخصص للأسر، منتجة في جميع البضاعات، جميع المنتجات اللي تنتج بأيادي إماراتية، معرض مختص في عالم الرطب وعالم التمور، بالإضافة إلى كل ما هو جديد في الصناعات التحويلية في التمور، شركات اللي تساهم في تطوير قطاع الزراعة وبالذات النخيل، مؤسسات حكومية رائدة في هذا المجال، كل ما هو جديد مختص في عالم النخيل والرطب، وجهة سياحية متفردة أصبح مهرجان ليوة يتميز فيها، وأصبح موجود على الخارطة السياحية لدولة الإمارات في موسم الصيف. عدة فوائد من هذا المهرجان، نتمنى التوفيق لكل من شارك، ونشكر كل من زارنا خلال الدورة 15، ونشكر تلفزيون الفجيرة على تواجدهم اليوم عندنا في ليوة، ونقول لهم مشكورين. نتكلم عن موضوع اللي هو الإدارة المتكاملة آفات النخيل، والتي طبعا الآن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حقيقة توليها أهمية كبيرة. موضوع المكافحة النخيل جدا مهمة. الآن احنا هذا بالنسبة لثروة النخيل، طبعا ثروة قومية، والحمد لله الحمد احنا نمتلك أصناف ممتازة جدا، يعني على مستوى الرطب وعلى مستوى التمر، ولله الحمد دولتنا أيضا تصدر التمور إلى خارج الدولة، وبالتالي إذا احنا ما حافظنا على هذه النخيل طبعا بيكون في هناك بالضبط هناك آثار سلبية على الإنتاج وبالتالي وعلى النخل نفسه. فلذلك لابد من اتخاذ خطوات يعني إجرائية ضرورية لمكافحة الآفات اللي هي الهامة للنخيل. طبعا برنامج المكافحة حقيقة يغطي عدة جوانب أو عدة آفات. يعني احنا مثل ما هو عارفين في هناك آفات رئيسية وفي هناك آفات ثانوية. الآفات الرئيسية اللي عندنا اللي هي سوسة النخيل الحمراء. طبعا سوسة النخيل الحمراء من الحشرات يعني جدا خطيرة، واحنا نطلق عليها اسم اللي هو العدو الخفي سوسة النخيل، إضافة إلى حفار عذوق النخيل وإضافة إلى حفار ساق النخيل. هاي طبعا من الآفات الخطيرة جدا اللي تهاجم شجرة النخيل وتقضي عليها في النهاية. طبعا كل ضرر يختلف عن الثاني. مثلا سوسة النخيل طبعا اليرقة تقوم بأكل محتويات النخلة من الداخل، وبالتالي فجأة تحصل أن النخلة هذه هوت أو سقطت على الأرض، هذه يسمونه العدو الخفي. بينما حفار العذوق، طبعا حفار العذوق بعد ميكانيكيتي تختلف عن السوسة، بس في النهاية هم متشابهين، هم يمشون بخط واحد. فحفار العذوق طبعا أيضا الحشرة الكاملة تقوم تأكل السعف من القمة، وأحيانا تأكل اللي هو الجذع اللي هو عذق النخيل، العذق اللي هو العرجون، وبالتالي أيضا تعمل كسر في العذق ولها أضرار حقيقة ميكانيكية. أيضا موضوع حفار الساق أيضا عنده مشكلة. إذا في حال والله مزارع ملوحته مرتفعة دائما يضرب اللي هو المزارع النخيل الضعيف اللي يستهدف النخيل الضعيف، فدائما تحصله يضرب الساق ويدخل داخل طبعا ينخر ويعمل خرم في الساق، وبالتالي أيضا يقوم يأكل اللي هو محتويات، وبالتالي في النهاية طبعا اللي هو مثل ما تقول دمار النخلة في النهاية. على رؤية الدولة لمشاريع الاستدامة ودعمها اللامحدود في هذا،
وبما أننا تحت مظلة التخطيط العمراني والبلديات ارتأت بلدية العين الممثلة في قسم الواحات والأفلاج أنها تعيد تصنيع نواتج النخيل من سعف من جذوع وتحويلها إلى أثاث ومنتج لاقى إقبال كثير من الجمهور وإن شاء الله بتشوفونه عن قريب في السوق. هذا منتج وطني لمدينة العين اللي هي مشهورة بواحاتها ونتمنى التوفيق للجميع. في مهرجان لولطب مهرجان الظفرة للبل حق وبعت الرطب. أمي علمتني أنواع الرطب يعني مثلا الشيشي لونه أصفر وما أدري كيف بني والخلاص بني وأصفر بعد بس فاتح ما أدري كيف وشي يعني يعني بعت عاد بعت يعني وايد وشجعتني إدارة المهرجان أني أشارك في المهرجان وأسوي الدكان أبيع خنيزي شيشي خلاص رزيز مجدول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة بشرى من الله لعبده المؤمن. كم من رؤيا حملت لنا البشرى فدوما أبشر بالخير. وذكرهم سنسعى جاهدين لزرع الخير في ربوع المجتمع حتى نحصد الجميل اليانع الذي يسر العين من خلال زرع الابتسامة صلة الرحم حب الوطن زرع الفضيلة. شرائح المجتمع بأسرها لهم منا السلام. ندعو للفضيلة، ندعو للإحسان، ندعو للابتسامة التي هي مفتاح للقلوب. الابتسامة هي السحر الحلال الذي تستطيع من خلاله أن تأسر قلوب الناس. فإذا تحققت الابتسامة شاع الخير في المجتمع، وهذا الذي نريد. كيف نفهم العالم من حولنا؟ هل فعلا نثق بما نرى؟ سنعرف لماذا تربك حواسنا. ومن يدري ماذا سنكتشف في السنين القادمة؟ دماغنا يعمل بعدة طرق غامضة. هناك شيء واحد مؤكد وهو أننا نملك دماغاً مدهشاً. تذكروا هذا ليس سحراً، إنه دماغكم أنتم. حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. وصلنا لموضوع جداً يعني مهم فعلاً ولازم نتثقف فيه، وصراحة أنا الموضوع هذا من قريت السكريبت وايد همني وايد أبغى أعرف منه. يهمنا جميعاً.
يهمنا جميعا. طبعا أصبح الابتزاز الإلكتروني أحد جرائم العصر الحالي، وغالبا ما يكون تأثيره أشد قسوة من الجرائم التقليدية، سواء كانت هذه الجرائم ابتزاز الإلكتروني عاطفية أو مادية، موقعة في شباكها الأبناء والفتيات ضحايا مكبلين بالخوف والارتباك والانعزال، بالرغم من ظل أو في ظل الانفتاح اللي نشهده اليوم. للمزيد من المعلومات والتفاصيل حول هذا الموضوع راح نعرف أكثر مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة سارة البقيشي، محامية ومستشارة قانونية. مساء النور والسرور. مساء النور، يا هلا يا هلا فيك. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبة. الموضوع جدا في الآونة الأخيرة منتشر جدا، للأسف الشديد قاعد نشوف حالات ونقرأ عنها. بشكل عام شو هو الابتزاز الإلكتروني؟ شوف، الابتزاز الإلكتروني هذا الإلكتروني طلع مع التطور مع التكنولوجيا وغيرها، بس نحن لو نيجي نتكلم عن الابتزاز، الابتزاز أساسا هو ضغط على الضحية وتهديد. جميل. وترهيب. جميل. صحيح. لأن إني نكمل على إلكتروني بنقول ابتزاز إلكتروني، يعني أنا بي بضغط عليه وبعيشه في حالة رعب وترهيب على نشر صورة له مثلا، على مادة فيلمية، على أي خاص شيء، أمر خاص يخصه أنا راح أهددك فيه وراح أنشره وأسمع الناس فيه، طبعا مقابل مبلغ مالي المتعارف عليه مقابل مبلغ مالي. ولكن قليل من الناس تعرف أنه ممكن أنا أبتزك أنك أنت تروح تعمل لي عمل مقابل أن أنا أتستر عليك بهالموضوع أو أن أنا ما أفضحك. مثل أعمال أن أنا مثلا تعطيني معلومة مثلا عن شغلك، عن العمل، المكان، تعطيني معلومة سرية عن المكان الفلاني، فهمت علي؟ يضغط عليه انه مش شرط انه تعال تعطني مبلغ وانا ما بتستر، لا، ممكن انه يلجأ ياخذ معلومة او ياخذ شيء بالضبط، امر سري. انت لو تتكلم عن الابتزاز، الابتزاز انواع، ممكن انا عاطفي، علاقة عاطفية. صحيح. تعال انا بمارس معك شيء عاطفي ان انا ما بضحك مثلا، تعال الفكري الارهابي، سوي الشيء هذا انا بسكت عنك من ناحيه، جدا خطير، فهمت علي؟ ايوه، متفرع تماما. بس للاسف الاغلب حطي في باله ان الموضوع مادي فقط. نعم، مش مادي. نعم. سارة، احس ان من اكبر الاشياء او اكثر الاشياء صعوبه هي زلزله امان شخص، صحيح؟ اكيد اكيد. يعني ان انا اي اقول لك انا بفضحك في صوره ولا بفيلم، انت ممكن تكونين في ثقه تامه على اكاونت معين مثلا تنزلين فيه امور، ممكن في بعض الاحيان تكون صديقه ايضا. أيوة، مو بالضروره تكون حتى دائما يقول لك تليفونك رقم سري لا تعطينه لاي حد. صحيح. ما تامنين، لان اي شيء سري ممكن باكر يتهدد عليك، والتهديد يعني ما راح يكون يوم ولا يومين. نعم. مو بمقابل مبلغ مالي ولا سوي لي، لا، التهديد راح يستمر إذا ما كان في حد. نعم، وفي بعض الأحيان ممكن يسيء أو يساء استخدام السوشيال ميديا بطريقة غلط. يعني في بعض الأحيان ممكن أحد الفتيات تقوم بتصوير أنا نفسها. أنا أشوف يعني هل الأستاذة سارة، معلش مروة، هل الأستاذة سارة تتفق وياي؟ أحس المشاكل هاي ما كانت موجودة عندنا بالضبط. أنا هذا اللي كنت من بقول لك، من بدأ السوشيال ميديا بدأت المشاكل. التواصل الاجتماعي والسوشيال هي أساس ظهور هذه الجريمة، أساس الابتزاز الإلكتروني. الابتزاز موجود ترى، الابتزاز من زمان، بس الإلكتروني تحديدا وهذا اللي توسعته أكبر كبير. يعني الابتزاز الثاني ممكن يكون مباشر بيني وبينك، ابتزاز إلكتروني ممكن شخص يبتزني من دولة ثانية، فهمت علي؟ فهذا أكثر خطورة، لأن أساسا حل المشكلة هذه أكثر صعوبة. نعم، صح بالضبط. زين، يعني في بعض الناس يمكن يكون يعني له حالة اجتماعية، يكون متزوج. أيوة. أو تكون وحدة تخاف مثلا من زوجها أو إخوانها أو أبوها، تمر في مشكلة فيها ابتزاز إلكتروني. سؤال حلو. في نفس الوقت أنا أقول لك المشكلة، أنا أقول لك لو كان موجود في البلاد الشخص في خدمة الأمين وغيرها، أحيانا شخص يكون من برا الدولة. شوف، اساسا احنا في الجرائم هذه في عندنا السريه التامه، يمكن بحكم مجتمعنا، بحكم العالم العربي، ان انا امور يعني مثلا بنت مثلا على علاقه ويهددوا، على فكره انا عندي قضيه كانت في هالموضوع. نعم. اتصلت فيني وحده قالت لي انا عندي، كنت اعرف شخص وعلى اساس وعدني بالزواج وصور ما صور وغيره، والحين قاعد يهددها مقابل مبلغ مالي وطلعي معاي والمتعارف عليه. نعم. انا اتكلم بالعاميه شوي على اساس انها غدر. تمام. ف ضعت في السؤال. زين. بالضبط. هي بنتي بتقول لك عن الفضيحه، انا فدقت لي تليفون قالت لي كيف، قلت لها روحي افتحي بلاغ على الشخص، قالت لي فضيحه، انا بنت البلاد كيف بروح وبتكلمها؟ بس هذه الامور امور سريه تماما، لان اساسا من تفتح البلاغ الامر من يروح النيابه، النيابه تحل الموضوع
تماما بسرية تامة، يتواصلون مع الشخص يخلصون معه، وإذا خارج الدولة طبعا في إجراءات وتواصل مع البرة والإنتربول وغيره وغيره وغيره، طبعا في جهات مختصة لهالأمور، حتى الأكاونت يطلعون لك وين مكانه ومنه اللي يتحكم فيه وغيره. بس في حالات معينة إذا كانوا أطفال النيابة أو الجهات المختصة يعني تضطر أن تتواصل مع أولياء الأمور بحكم أن انتبهوا على عيالكم، ترى صحيح. ولدك تعرض للشيء أو بنتك يعني من الجنسين، فهني تضطر أن تعلم أولياء الأمور أو بشكل عام يعني صحيح. بس أن هذا حتى ولي الأمر ممكن ما يعرف بسرية تامة، فالكثير متخوف من هالشيء. بس لا، الدولة الحمد لله موفرة، حتى مثل ما قلت خدمة أمين، تليفون واحد تخلص أمورك تبلغ عن الشيء وانت ويبون ويخلصون كل شيء بالضبط. نعم. بالضبط. سارة، أنا اللي أعرفه عن مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات إنستغرام فيسبوك، ما أعرف إذا في بعد، ولكن زيادة مواقع التواصل الاجتماعي هل زادت من عمليات الابتزاز الإلكتروني؟ كثير، قلت لك أنا التواصل الاجتماعي هي اللي تزيد، لأن تفتح لك عالم كبير. حتى أنا باعتقادي الشخصي ما أعرف إذا الناس تأيد لي، حتى لعبة الببجي والفورتنايت هذه وسيلة فعلا. تواصل ترى تليفون بالمكالمة بالصوت باكر ممكن اللي يتواصل معاه يسحبه على وسيلة ثانية شوي، يسحبه دام في تواصل شو ما كان التواصل، مرئي سمعي فيديو، هذا خطير كبير جدا ويفتح باب للابتزاز طبعا. نعم. يعني أنا دائما أقول الأجهزة الذكية في أيادي غبية، دائما أقول الشيء هذا، يعني الشخص الغبي إذا طاح في إيده للأسف يضيع نفسه، يضيع مستقبله. بالضبط. أنا يعني أبا أسألك أكثر، يعني بما أنك أنت محامية ما شاء الله مستشارة قانونية، القضايا اللي من هالنوع وايد كثير، يعني ما بقول لك قضايا، حالات مثل هذه في دبي تقريبا أنا قريت من مصادر موثوقة، يعني تيك الحالات من بين 18 إلى 22 حالة بالشهر الواحد. وين المشكلة؟ تخيل وين المشكلة؟ ما في وعي. السوشيال ميديا قلت لك مفتوح تماما، التليفون بإيد الصغير قبل الكبير. صحيح. فأنت ياهل كم بدكم يصورون يحطون يسوون يقبلون إضافات من أي حد، يتواصلون مع أي حد، فهم فعلا. هذا كله يفتح مجال. نعم. لأن صارت يعني مثلاً الحين يعني قبل فترة أحد الأصدقاء يقول لي لو أنت ترسل على سناب شات مثلاً البرنامج سناب شات، فالشخص الثاني إذا عمل كابتشر أو صور الشاشة يبين، بعد فترة اكتشف أنه كان له صور عن الشخص الثاني، هم أصدقاء يراوي فعنده برنامج، البرنامج هذا يسيف أيوة. كل شيء بالضبط. هي في هيك السناب بلاس وغيره، أتوقع من البلاس وغيره ممكن أنا أحفظ الصورة من غير أنت ما تعرف. فالحين يعني ما في شيء يوقف، ما يعني ما في ثقة لأحد، خلاص ما في ثقة، ما في شيء يوقف إذا أنت ما وقفت. إنزين، كيف طريقة تقديم شكوى جزائية عندما يتعرض شخص للابتزاز؟ عرفنا الحين كيف طريقة الابتزاز الإلكتروني. يروح شوفي، أنا دائما أقول إذا كانت أول شيء الشخص لازم يسوي في حال إنه مثلا ابتز شخص أو مثلا نشر صورة في فيسبوك تويتر، على طول يخاطب الجهة اللي هي تويتر. في أحيانا يقولون لك إذا في تبلغ عن مادة مخلة مثلا عن فعلا. بالضبط على طول، هذه أول خطوة. ثاني خطوة على طول تروح تبلغ. نعم. إذا في شخص يعني بالتحديد تروح تفتح البلاغ وهم يأخذون إجراءاتهم تماما. القانون الإماراتي كيف يوقف ضد المجرمين؟ شوف القانون الإماراتي بالضبط، القانون الإماراتي رقم 5 لسنة 2012 في المادة 16، هذه تتكلم عن مكافحة تقنية المعلومات. المادة هذه تحمي أساسا المبتزين والضحايا. كيف حط يعني شدد في العقوبة، أن حط الغرامة 2500 كحد أدنى وبس، ما تزيد عن 250 ألف كحد أدنى، 500 ألف كحد أقصى، أو مع الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بالاثنين مع بعض. بس في حالات معينة شدت فيها ممكن الحبس يكون ما يزيد عن، يعني ممكن 3-5 سنوات بس ما يزيد عن 10 سنوات، إذا في حال الابتزاز هذا وصل مثلا في حال جناية. كيف جناية؟ مثلا المخدرات مثلا أنا ببتزك بس إذا ما بعت لي الحبوب هذه، إذا يعني فهمت دخل في 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 جريمة جناية، هاي تعتبر تصنف كجناية أو ثانية. بالضبط، أو بالشرف وغيره، فهذه شدت فيها العقوبة بالضبط.
أنا طبعا الغرامات عفوا بس أوضح الغرامات هذه كلها تروح للدولة مش للشخص. طبعا بعدين إجراءات كتعويض وغيره وغيره هذه في الحق العام الحق المدني. الحق المدني التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام اسم الشخص عن طريق كوسيلة ضغط أو ورقة ضغط على هذا الشخص هل تعتبر أيضا أو تندرج تحت موضوع أو بند الابتزاز الإلكتروني؟ أيوة أكيد تشهير أيوة بالضبط بالضبط. أنا قاعدة أبتزج في النهاية أنا قاعدة أبتزج مقابل شيء ثاني هذا يعتبر تهديد ضغط ترهيب هذا كله شو إن أنا قاعدة أو أبغى نتيجة مقابل نتيجة ثانية نعم. والنتيجة هذه غير قانونية يعني لاحظ إن الفعل هذا غير قانوني إن أنا بسيء لك من حتى ولو التشهير كان المعلومات صحيحة يعني هو جالس يشهر فيه أيوة ولكن طبيعي. هي معلومات أوكي ممكن صحيحة ممكن مثلا وحدة متزوجة بالسر بنقول أوكي. يا قالها أنا ما أنا بخبر عليك هي صحيح متزوجة بالسر مثلا مثال يعني بسيط نعم. بس أوضح لك إنه إن أنت تشهر فيني ما حد يعرف أنت كيف تخبر العالم أنت قاعد تهددني والله إذا ما حولتي لي فلوس أنا بخبر العالم إن أنت مثلا متزوجة بالسر هي فعلا متزوجة ولكن أنت قاعد تبتزني إن بتنشر سر من أسراري الخاصة نعم. إنزين في أحيان مثلا لما الشخص يكون قاعد في مكان ويصورونه مثل الشيء يقدر يطالب بحقه إنه يتصور تصوير في الأماكن العام شوف في هذا هذا شوي طلعت بعيد عن الابتزاز بس طلعت هو طلعت شوي هي كلها جرائم إلكترونية بالضبط بالضبط أنت طلعت شوي لكن على حسب الأماكن العامة مثلا كنت في ملعب وكنت تصور هذه أمور عادية بشكل عام أنا حتى لو طلعت أنت دخلت طلعت في أي موضوع أنا طلعت بس في نقطة جدا يعني هي مش من الابتزاز لكن قريبة منها بالضبط اليوم نحن عندنا خاصة في المجال الرياضي وغيرها لما الواحد ينتقد انتقاد بسيط يهدده الشخص الثاني يقول انت سألت لي انا برفع عليك قضيه شوف الانتقاد صار الواحد ما يبي ينتقد خلاص لا لا مش شوف في فرق بين ان انا انتقد وبين ان انا اسيء نعم يعني عفوا بضرب عليك مثال مثلا نعم تفضلي انت مثلا اليوم شعرك مو بويك انا مثلا انتقدها انتقاد عادي مثلا بس انه صراحه انت ابدا بش يعني بعطيك مثال ان انا اسأت لها واحرجتها انا هني أسأت له في فرق. أها أوكي. بس إن أنا أنتقد بناء وفي نقد مؤذي بالضبط بالضبط يأذي سيء ولا ما كان في نقد أساسا. فعلا نعم. الموضوع بالضبط. جدا يعني فعلا فما حسينا بالوقت نحن الله يخليك كان عندنا الوقت أكثر الله يسلمك وهي لازم من الناس تاخذ ثقافة في هذا الموضوع بالضبط وتدير بالها بالضبط. خاصة الشباب إنه يديرون بالهم من الأمور هذه خاصة فئة الأطفال وأنا دائما أقول لأولياء الأمور انتبهوا على عيالكم من التليفونات ومن هالأمور لأن هم الوسيلة الأضعف اللي دائما الابتزاز يعني في حالات كثيرة وصلت للانتحار بالابتزاز فعلا حتى الكبار للأسف الشديد هي لا بس أنا أتكلم إن خلي الكبير ممكن هو الكبار والصغار بس أنا أتكلم عن الكبار على قولتهم نتدارك المشكلة للأسف سادة سارة الوقت وصل للنهاية نتمنى لك إجازة سعيدة شكرا لك سارة البقيشي محامية ومستشارة قانونية شكرا لك شكرا لك مروة شكرا لك يا عبد العزيز وإجازة سعيدة لك وياك إن شاء الله حياكم الله مشاهدين الكرام ونشوفكم على خير إجازة سعيدة لكم إجازة سعيدة مشاهدين ونشوفكم إن شاء الله يوم الأحد بطاقة وحيوية وإيجابية يعطيكم العافية وفي أمان الله